اسال حضرتك، مين الفنانين او الممثلين يعني الشباب دلوقتي اللي بيلفتوا نظر حضرتك؟ لا بصي، ما تضايقيش مني، ما بحبش النوع ده من الاسئله لسبب. لاني انا ما بقولش رايي في ممثل الا باعماله. باعماله، مرتبطه باعماله، مفيش بقى وقد قبل بلاء حسنا ولا. طب ما نقلب السؤال وكيف. ونقول مين اللي انت لو شفت انه بيعمل حاجه ممكن تتفرج؟ هروح ماجد كدواني. الله، صح، هروح له. ليه؟ تلميذي طبعا، عارفه وحافظه واشتغل معايا يعني في بداياته وكده، وشفت تطوره، متطور جدا فعلا، جدا دي حقيقه. لو شفت حاجه لماجد هتتفرج؟ هتفرج اكيد اكيد يعني. ده مثال في بس من الجيل ده بقى، احنا بتقولي شباب يعني. ماجد الكدواني يعتبر ده من الجيل اللي انا خرج من عندي يعني من المسرح وكده. في احمد وفيق، في مصطفى شعبان، في طلعت اسامي كبيره جدا، كل دول خرجوا من طبعا. بقول لك طلعت اسامي كتير، فدول يعني كارولين خليل، وداليا ابراهيم يعني اختفت شويه، منى زكي طبعا استاذه، خرجت من العرب الفصيح وهي تلميذه مجتهده، كان عندها 16 سنه. كنت لقيتهم منين دول يا استاذ صبحي؟ يعني ما شاء الله كلهم طلعوا نجوم. لا مسابقه تقدم فيها 2000، لقيتهم ال 2000 امتحان، وخدت منهم 42 اللي انا عارف انا عايز ايه للروايه. فقعدوا تدريبات 4 أشهر عامة بس أنا بجهزهم، وبعدين بقى 8 أشهر للمسرحية نفسها بقى. بنعمل بروفة 8 أيام 8 ساعات. لا أنا عندي أي مسرحية هنا مش أقل من 6 شهور 7 شهور. 6 شهور بروفة؟ 6 شهور. لا يا ريت، كمان ساعات بتطول. لا والله. خيبتنا قعدت مدة طويلة. طب خليني أسأل حضرتك سؤال يمكن ما تسألتوش قبل كده. لو حضرتك النهاردة قاعد مع حد ما يعرفش حاجة عن تاريخ السينما في مصر أو الدراما أو المسرح، وعايز تعرفه بنفسك، فاخترت إيه العمل المسرحي اللي تقوله اتفرج عليه عشان تعرفني، تعرف محمد صبحي من أعمالك؟ أنت عندك أعمال كتير، بس أنت عارف أكيد في واحد تقوله اتفرج على ده. في الكلاسيكيات هاملت. وفي المسرحيات التانية؟ صعب. أنا بحبهم كلهم، أنا ممكن أسمعهم. لا أقول لك دول ولادي. لا أنا بحبهم كلهم، ممكن أسمعهم. بس يعني بس أكيد في واحدة عليك، عارف إن خد اتفرج على دي. كارمن. كارمن مش المسرحيات التانية خالص؟ يعني أنا توقعت إنك هتقول همجي أو هتقول درس يا جماعة. أنت بقى هتقعد تزلني بقى، ما أنا قلت لك. فاخترت يعني ليه بقى قلت دول؟ لأن هو مش مصري. اكيد كده فاكتر الحاجات اللي. طب انت عارف ان انا عندي مسرحيه تخاريف على شريط فيديو لحد النهارده. انت المسرحيه دي كنت كل شويه. المسرحيات انا بحبها بحب. انا لا ده انا عايز اقول لك ان يعني الفيديو باظ والشريط باظ من كتر ما كنت بشغلها، انا حافظها فريم فريم. لا يعني مثلا انا بستنى لغايه لما اجي عند هتلر وابدا استمتع بقى بجد. لان الدور ده يعني بيشبعني على المسرح بشكل مرعب. بس كان قمر. لا لا مجنون. يا شعبي يا الحبيب يعني والصبور. واخد تاتش من هتلر بس دم خفيف. بس كمان هو بيمثل الحنان وبيمثل الجدعنة. لما قال له هل انت من المؤيدين والعياذ بالله بيساعد اللي قدامه. لا التخاريف دي حدوته ومصايع صعبه.